نشكر الدكتور سلام بن سالم الكندي الأستاذ المشارك ورئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة على ما قدمه في هذا العرض القيم. أما الآن فسنكون مع الورقة الأولى، وسيقدمها ضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي. ونحن إذا تحدثنا عن الأستاذ الدكتور محسن الحازمي فإننا سنقف أمام قامة علمية وطبية سامقة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإلى جانب عضويته في مجلس الشورى السعودي نجد أنه ذلك العالم الباحث المدقق في القضايا الطبية والعلمية، فقد تنقل في عمله بين أستاذ في الجامعة واستشاري ومدير لمراكز للأبحاث العلمية ومراكز مختبرية، كما أنه عضو في لجان طبية وبحثية دولية ومحلية، وقد شارك في مئات المؤتمرات والندوات العلمية الخارجية والداخلية، وله عدد من المؤلفات والأبحاث والمقالات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في العديد من المجلات العلمية المحكمة ودور النشر الأخرى، كما تقلد عددا من الأوسمة والميداليات والجوائز والشهادات لإنجازاته العلمية والإدارية، ومنها شهادة البحث المتميز والجائزة الذهبية للتقييم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ندعوه الآن ليقدم الورقة الأولى، وسيتناول فيها الجوانب الطبية والعلمية حول الفحص الطبي قبل الزواج. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة المفتي العام لسلطنة عمان، سعادة مدير الجامعة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة مدير الجامعة، رئيس اللجنة والإخوة في اللجنة الأخلاقية البيولوجية على حسن ظنهم ودعوتي للمشاركة معكم في هذا اليوم المبارك في استجلاء بعض الجوانب الطبية حول الفحص قبل الزواج. وقبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أترحم على زميل صديق كان عميداً لكلية الطب، وكان أول من شرفني بالحضور والوقوف في هذه القاعة للحديث عن أمراض الدم الوراثية، هو الأستاذ الدكتور مسلم أبو علي رحمه الله. أبدأ في محاضرتي أو عرض هذه الحديث فيما يتعلق ببرنامج الفحص قبل الزواج. سأركز على الجوانب الطبية، ولكن استسمح سماحة المفتي والإخوة الكرام في التعريج على بعض الجوانب التي أجدها أساسية في استكمال العرض، ولن أطيل فيها في جوانب أخرى. أبدأ بقوله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، صدق الله العظيم. وقوله في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، صدق الله العظيم. في هذا العرض سأتطرق إلى مقدمة عن الاعتلالات والأمراض الوراثية، ثم سأركز على أمراض الدم الوراثية وكيفية الوقاية منها ومقتضيات الزواج الصحي وجوانب صحية أخرى ذات علاقة، ثم الاسترشاد الوراثي، وأخيراً وليس آخراً التوعية والتثقيف، وهو الحقيقة جانب كبير للفرد والأسرة والمجتمع. كما تفضل الدكتور سلام الكندي وأشار إلى أن الأمراض البشرية بصفة عامة قد تقسم إلى ثلاث أقسام، هي أمراض المعدية أو البيئية والأمراض الوراثية، والجزء الثالث هو الحقيقة خليط بين الأمراض المعدية والوراثية، وهي الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والضغط إلى آخره،
وتنتج عن تفاعلات بيئية ووراثية. أما فيما يتعلق بالتشوهات الخلقية والأمراض الوراثية فهي الحقيقة نوعين، قد تكون سائدة وتظهر في كل الأفراد الذين تتواجد فيهم أو متنحية، وهو الحقيقة مرتكز حديثنا اليوم، وسنتحدث عن المتنحية بالتفصيل، ومن أمثلتها أمراض الدم الوراثية. ثم هناك أمراض أيضاً تنتج عن إصابة الأم بأمراض معدية، وأيضاً بعض الأدوية ومسببات واختلالات أخرى هي الحقيقة تؤثر على الحقيبة الوراثية في الشخص، وتنتج طفرات آنية، احنا نسميها طفرات آنية، أو قد تكون الحقيقة ناتجة عن عدة عوامل لا ليس هذا المجال لذكرها أو التفصيل فيها. لكن بصفة عامة الأمراض الوراثية هي الحقيقة منتشرة كثيراً، فمثلاً واحد من كل 50 مولود يعاني من مرض وراثي رئيس، واحد من كل 100 مولود يكون مصاباً أو حامل لمرض وراثي أحادي العامل، واحد من كل 200 مولود يعاني من اعتلال صبغي رئيس، وأكثر من 60% من الإجهاض التلقائي ناتج عن اعتلالات صبغية، حتى أن المرأة قد لا تشعر أنها حامل، لأنه هذه تحدث الحقيقة الإجهاضات في وقت مبكر 4 إلى 6 أسابيع، وهذه تمثل أكثر من 50%، يعني حوالي 60% فأكثر. 6 إلى 7% من الولادات الميتة هي ناتجة عن هذه الاعتلالات الصبغية، وستة من ألف اعتلالات صبغية جسدية سائدة، واثنين ونص من ألف اعتلالات صبغية جسدية، ونص بالمئة من اعتلالات صبغية جنسية. هذه نظرة عامة على مختلف الأمراض الوراثية، الهدف منها توصيل الرسالة أنه هذه مشكلة كبيرة. نأتي الآن إلى أمراض الدم الوراثية، وهي الحقيقة المرتكز الذي سنتحدث عنه بالتفصيل، وهي كما أسلفت اعتلالات متنحية. لماذا نسميها متنحية؟ لأنها قد لا تظهر على الشخص الحامل، يعني 50% قد تكون معتلة و 50% غير معتلة، وبالتالي الغير معتلة هي السائدة فتخفي الجانب المعتل، وبالتالي نسميها احنا متنحية. وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولا يظهر، من الآباء والأمهات طبعا إلى الأبناء والبنات، ولا يظهر المرض على حاملي الاعتلالات كما تفضل الدكتور سلام الكندي، ويظهر المرض على الأبناء إذا تم توارث الاعتلال من كلا الأبوين، بمعنى أن الأب والأم حاملين ولكن البنت أو الولد يصبحوا مرضى لأنهم أخذوا الجانب المعتل من كلا الأبوين. فمثلا هنا هذا أحد الأبوين، الرجل والمرأة مثلا، هنا نجد أن النصف أشرت إليه باللون الأسود هو النصف المعتل، واللون الأبيض هو النصف السليم. فلو هذا التزاوج أدى إلى وراثة الجزء المعتل والجزء السليم، فيصبح هذا الطفل أو الطفلة مثل الأبوين. أما إذا كان الطفل محظوظا وبإرادة الله سبحانه وتعالى ورث من كلا الأبوين الجزء السليم، فهو بإذن الله يكون سليما. وإذا أراد الله أن يرث الطفل الجزء المعتل من كلا الأبوين وهو اللون الأسود، فنجد أنه مريض لأنه ورث من كلا الأبوين الجزء المعتل. وهكذا، هذه مجرد نمط افتراضي وليس حقيقي. لا، الحقيقي قد يكون كل الأطفال مصابين، قد يكون كل الأطفال سليمين، قد يكون كل الأطفال حاملين، ولكن هناك احتمال أن واحد من الأربعة سيكون مريض، واحد من الأربعة سيكون حامل، و واحد من الأربعة سيكون مريضا. هذا نمط افتراضي يعتمد على كيفية الوراثة للجزء المعتل أو الجزء السليم. الدكتور سلام الكندي جزاه الله خير أشار إلى الأعراض المرضية لصبغات الدم المنجلية أو الثلاسيميا، وهي أنيميا مزمنة تحتاج إلى تعويض الدم ليرتفع إلى المستوى العادي، وبالتالي نجدهم كثير يأتون إلى المستشفيات للحصول على هذا الدم، أو يأتون المستشفيات طلباً لإخلاصهم لو مؤقتاً من
الآلام المبرحة التي يعانون منها. فنجد أن المصاب نتيجة الأنيميا اللي هو تكسر الخلايا الحمراء، نجد عنده اصفرار في العينين وقابلية لإصابة بالميكروبات أكثر من غيره، تضخم في الطحال، آلام في البطن والعظام، وتورم في الأيدي والقدمين. وهذه هي الأعراض الرئيسية، قد تكون في مضاعفات أخرى بالتأكيد. هذا الشريحة اختصرت فيها التكلفة السنوية التي فصلها الأخ الدكتور سلام الكندي، فهي تعطي فكرة عن الحاجة إلى يعني اتخاذ إجراءات للحد من التكاليف الاقتصادية. فمثلا متطلبات العلاج الأساسية للمريض، لأنه يتردد على العلاجات كما أسلفت بكثرة، يحتاج إلى بعض العلاجات المهدئة للأمراض وإلى غيره، وأيضا يحتاج إلى أيضا معالجة المضاعفات كالنوبات القلبية ونوبات الألم إلى آخره. وأشار الدكتور سلام الكندي جزاه الله خير، لأنه زراعة العظام ربما هي آخر شيء ممكن أن نقدمه للمريض، ولكن زراعة أولا هي مكلفة، ثانيا أنها ليست 100% ناجحة، نسبة النجاح قد تكون عالية ولكنها ليست ناجحة في كل الحالات، وأيضا لها مضاعفاتها. أنا لا نطيل في هذا الجانب، لكن بالإضافة إلى الأعباء الصحية والاقتصادية، هناك أعباء اجتماعية على الأسرة وانعكاسات نفسية. فمثلا نجد أن المصاب نفسه مريض طول الوقت، هو مريض ويعاني ويشتكي ويصيح، وبالتالي ينعكس هذا على أسرته، وتحصل الأب يأخذه إلى المستشفى، يترك عمله ويروح المستشفى لعلاج ابنه. وأيضا يعني الطفل نفسه، أنا وضعت هنا تأثيرات سلبية على الفرد وثم على الأسرة. الطفل نفسه ينطوي ومريض ويعاني طول الوقت، وبالتالي انعكاسات على الأسرة أنها قلقة وتنقطع عن العمل، وطبعا هذه كلها انعكاسات سلبية اجتماعية ونفسية. انطلاقا من مقاصد الشريعة الخمسة، وأنا سأترك لسماحة المفتي التحدث في هذا، ولكن أشرت إلى أن الحفاظ على النسل أحد مقاصد الشريعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود وتخيروا لنطفكم وانكحوا إليك فانكحوا إليهم، ورجل خطب امرأة أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. لو لدي وقت كافي لذكرت أيضا رجل بني فزارة الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك يعني استعجب الرجل هذا أنه ولد له ابن يعني أسود، وهو وزوجته يعني ليسوا من هذه الفئة، فكان يستغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأنظروا إلى، أنا سأترك لسماحة المفتي ربما بالتفصيل، ولكن هذا الرجل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ألديك إبل؟ قال: نعم. فيها ورقا؟ قال: نعم، ورقا يعني أسود. قال: فلماذا هي يعني بيض وفيها ورقا؟ فقال: لعله نزعه عرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: رجل من بني فزارة، نعم، ربما هذا أيضا ابنك نزعه عرق. فانظروا إلى يعني قبل 1400 سنة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في هذا. لا، نعود إلى موضوعنا هو الخدمات الصحية. فيما سبق من المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، نجد أن هذا الموضوع، وكما أشار أخونا الدكتور سلام الكندي، يمثل مشكلة يجب يعني تصدي لها ومعالجتها. والوقاية طبعا خير من العلاج كما تعرفون، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، ولذلك ركزنا على موضوع الوقاية، لأنه ليس هناك علاج ناجح، حتى زرع النخاع العظام ليس ناجح. فاتخذنا الحقيقة، إحنا في المملكة، أنا سأقول لكم تجربة المملكة، أنا متأكد الأخوان هنا يبزون فيما يتعلق بالوضع في عمان. فاخترنا الاختبار الوقائي، وكان هناك طبعا من سبقنا في اليونان وفي قبرص، وأنهم كانوا يسووا الاختبارات الوقائية، لكنهم لا يهتمون كثيرا لأنه عندهم مشكلة في الإجهاض، وبالتالي لم يركزوا على الوقاية كثيرا. فنحن في دول الخليج كثير من الزملاء اجتمعنا فيهم وتناقشنا في هذا الموضوع من خلال منظمة الصحة العالمية، وأيضا من خلال الجامعات ومراكز البحوث، ووصلنا إلى أنه
ربما من الأفضل تبني اختبار وقائي للحد من الأمراض الوراثية. مراحل التشخيص المبكر كما أشار إليها الدكتور سلام هي الحقيقة مراحل مختلفة. هناك يعني فحص قبل الزواج أو أثناء الحمل أو بعد الولادة أو للأطفال في سن المدرسة أو المسح الوراثي لكل أفراد المجتمع لإنتاج قاعدة بيانات، أو أيضا الفحص قبل غرس البويضة الملقحة، هذا اليوم الثالث أو الرابع فيما يسمى طفل الأنابيب. لكن أسهلهم وأنجعهم وأقلهم كلفة وأيضا من ناحية شرعية هي الفحص قبل الزواج. لماذا؟ لأنه موضوع الإجهاض كما تعلمون له محددات شرعية، مع سماحة المفتي ربما يتحدث من هذا، لكن أنا أشير إلى فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي يعني صدرت قبل فترة 1410 يعني 23 سنة أو 24 سنة، حددت أن الحمل إذا بلغ 120 يوما أي بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان هناك تقرير من لجنة طبية من أطباء ثقات المسلمين طبعاً، وأن بقاء الحمل في خطر على حياة الأم، عندئذ يجوز إسقاطه. قبل 120 ربما هناك فيه فترة يعني سماح إذا كان الوالدين طلبا ذلك وأثبت التقرير أن الجنين مشوهاً تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج. أنا فقط أكتفي بهذا في الجانب الشرعي وأترك البقية لي سماحة المفتي. وأشير إلى أن الأهداف الرئيسية المرجوة من الفحص الوراثي قبل الزواج هو أساساً الحد من انتشار هذه الأمراض والحد من حدوث ولادات جديدة مصابة. ومرة أخرى الدكتور سلام الكندي أشار إلى كم يولد سنوياً، وهذا هو ناس يضافون إلى المصابين في الوقت الراهن. توعية أفراد المجتمع مهمة جدا، وتجنيب الأسر والمشاكل الاجتماعية والنفسية التي أشرت إليها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية. أنا سأسرع لأنه طلب مني أن أسرع. تجربة المملكة في هذا المجال، أولا بدأنا في 1418 فبدأنا يعني على استحياء كما يقال، فقلنا الزواج المختلط إذا سعودي أو سعودية يحبون يتزوجون من الخارج وإحنا نحاول نحد من هذا، عليهم أن يسووا الفحص قبل الزواج للأمراض التي أشار إليها الدكتور سالم. ثم رأينا أن هذا الموضوع ربما يعني يمكن أن يفيدنا فيما يتعلق بالمواطنين في المملكة، فبدأنا في 1423 وقدمنا للجهات الرسمية، وتبنت وزارة الصحة ثم مجلس الوزراء القيام بعملية الفحص قبل الزواج بصفة اختيارية لمن يرغب في ذلك، لمن يرغب في ذلك. وطبعاً لابد من الحملة التوعوية وتجهيز المختبرات، وأن يتم التنسيق مع وزارة العدل من خلال قيام مأذون الأنكحة بإيضاح الفوائد قبل الزواج إلى آخره، وبدأنا بصفة اختيارية في ذلك الوقت. في 24 صدر قرار أيضاً رقم 5 بتاريخ 1423 بتطبيق الضوابط للسعوديين وإلزام طرفي العقد بإحضار شهادة أنهم سووا الفحص. هنا عاد دخلنا مع المشايخ وسماحة المفتي ربما يطلقين هذا، قيل لا 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 يجوز أن يضاف شرط إلى الشروط الشرعية، لكن إحنا قلنا طيب بيننا وبينكم الوسط، نحن نلزم بالفحص ولكن لا نلزم بإيش التقيد بنتائج، يعني لكم الخيار، لكن الفحص مهم عشان يكون الإنسان على بينة. وبالتالي وافق مجلس الوزراء الموقر على ذلك بأن يتم الفحص ولكن عدم الإلزام بنتائجه. ولكن دخلنا هنا فيما يسمى بالاسترشاد الوراثي، وسأتطرق إلى هذا فيما بعد. ثم ظهرت مشاكل أخرى، ظهر الإيدز، ظهر التهاب الكبد الفيروسي أنه مشكلة وإلى ذلك، فصدر قرار إلحاقي بعدها بعدة سنوات في 1429 بأن يضم اختبار الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي إلى هذا البرنامج. إذن صار عندنا أمراض الدم وراثية وصار أمراض معدية أيضا ولكن خطيرة كالإيدز وما إلى ذلك. هذا الشريحة يعني تشير إلى الاعتلال والتأثير المرضي والفحص التشخيصي اللي أشرت إلى صبغة الدم المنجلية والاعتلال الثلاسيمية، والهيموفيليا ليست منتشرة كثيرا وبالتالي لا نقدم لها الاختبار الآن. ثم أضيف كما أشرت
الفيروس نقص المناعة الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي. وهناك أمراض معدية يعني إحنا ننصح بها ولكن ليست إلزامية، أنه أمراض الزهري والسيلان وهذا، أو هذه سهلة، هذه الحقيقة سهلة علاجها، وبالتالي ننصح بالكشف عنها أيضا. باختصار نتائج الفحص قبل الزواج إن أشارت أن الاثنين سليمان الرجل والمرأة فعلى بركة الله، إذا أحدهما حامل والآخر سليم أيضا على بركة الله ما في مشكلة، لكن المشكلة إذا كان الاثنين حاملين أو أحدهما حامل والآخر مريض، فهنا نقدم لهم الاستشارة الوراثية الوقائية وننصحهم بعدم الاقتران، لأنه احتمال كبير أن أولادهم سيكونون عرضة لهذه الأمراض. هذا باختصار. النتائج الإيجابية كما أسلفت وتجنب احتمالات ولادة أطفال مصابين، وأيضا تجنيب الأسر الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. نحن أيضا ننصح بالكشف الصحي العام السريري والإشعاعي، هذه ليست إلزامية ولكن أيضا استكمالا للصورة. في الآن من يطالب أيضا في المملكة بإضافة الحالة النفسية وإضافة الكشف عن المخدرات، والقائمة تطول، أعتقد هذه من الصعوبة بمكان. أريد أن أنهي حديثي بما يسمى بالاسترشاد الوراثي الوقائي، وهي عملية توعوية مهمة جدا وأساسية في البرنامج، يتم بواسطها تقديم المعلومات الوراثية للمرضى والأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالاعتلالات الوراثية، بهدف أن يفهموا طبيعة هذه الأمراض وطرق انتقالها والوسائل المتاحة للعلاج وإلى آخره، فلعل وعسى أن توصل الرسالة واضحة لهم في هذا المجال. وأنا قد أحضرت معي بعض النشرات وبعض الكتب، هي في عهدة الدكتور أحمد الفين ودها، لكن هي موجودة لمن أراد أن يأخذ منها نسخ، ويسعدني التواصل مع من يريد. الاسترشاد الوراثي طبعا مهم جدا، له محاذيره الطبية والأخلاقية، ولا نتطرق إلى الأخلاقيات الآن، ولكن هناك أيضا نشرة أنا كنت كتاب صغير تطرقت فيها الأخلاقيات الاسترشاد الوراثي في المجتمعات الإسلامية، وهي ببساطة نفس الأسس الستة في الطب، اللي هو استقلالية المريض وعدم كتم أسراره إلى آخره. وأضفنا إليها طبعا أن الاسترشاد الوراثي الوقائي لا يكون موجها، بمعنى أن لا نقول لهم ادخلوا من هذا الباب ولا أخرجوا من هذا الباب، ولكن نبسط أمامهم الحقائق الطبية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. وفي الأخير كما قلت المشايخ أصروا على أنه يترك للمريض في الأخير هو حرية الاختيار، ولكن الإلزام فقط هو بإجراء الفحص. فهنا طبعا الأخلاقيات لن أطيل، لأنه سبق أن أشار إليها دكتور سلام، وأنا أيضا عدم الإضرار، المحافظة على السر، العدالة، الاستقلالية، المسؤولية المهنية، هذه معروفة في الطب، ولكن أيضا عدم التوجيه بشيء دون غيره، ولكن بسط الحقائق. طبعا مأذون الأنكحة في الأخير هو من سيأتون إليه لعقد القران، ويجب أن يكون هؤلاء أيضا على إدراك تام بما أسلفت إليه في كل المحاضرة. هناك منشورات كثيرة الحقيقة للتوعية فيما يتعلق بالحمل أيضا ومشاكله، ولن أتطرق إلى هذا، لكن أنتهي في هذا، وأشكركم مرة أخرى على حسن الظن ودعوتي للمشاركة في هذه الندوة المباركة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.